أدعو السيد رئيس ديرًا عن السيد والي ولاية سطيف مرفوقًا برئيس الاتحادية. شكرًا لكم. اليوم كانت المرحلة السادسة وهي أطول مرحلة في دورة الجزائر الدولية، أكثر من 180 كيلومتر. كما شاهدت كانت تضاريس صعبة، المنافسة كانت على شدها، الحمد لله الفوز الجزائري عن طريق البطل حمزة ياسين. اليوم مرحلة كما عرفنا كانت صعبة وقدرنا نحصلوا على المرتبة الأولى، مازالوا أربعة ليزيطاب إن شاء الله كل يوم نكون في البوديوم، كل يوم نكون معكم في البوديوم إن شاء الله.